هذه الذبيحه مصطنعة على النبي، الذبيحه طيبه يعني، هذه الذبيحه طيبه مصطنعة على النبي، وهذا الجنفان وهذا الغنم وهذا كل حاجه، وهذا الزبادي انت شايفه كده موت، ربنا يوقف حاله مصطنعة على النبي موت، ربنا يوقف حاله. معلم زمان كتير الناس ما بتبيعش يعني، ابقى انا كسر غدا اهو انا عاوز احمل ايه؟ عايزين نعرف ايه الفرق يعني. بص موت اهو موت موت موت. يعني نقدر نقول انك جزار الغلابه؟ احنا هنا جزارين الغلابه والمساكين، احنا بنبيع 220 يا فندم. تعالى يا خال، انت خدت لحم من عندنا بكام؟ كتير بكام؟ مش اول حاجه بدانا ب 80 جنيه الناس كانت بتباع ب 120 جنيه، الحمد لله بكام؟ ب 80 جنيه صح ولا صح؟ اللحمه بتاعته حلوه ولا وحشه؟ الممتاز عندنا احلى لحمه تاكليها في الخصوص، لحمه المعلم محمود ناصر. اولا نمره واحد، لحمتنا 100 100، اسعارنا في المتناول، اللحمه ب 220 في اي حته، ب 280 وب 290، احنا بنراعي ربنا وبنراعي الغلابه، وفي منزلين 40 جنيه تنزيل على روح الحاج ناصر، يعني احنا لحمتنا اصلا ب 280 بس احنا منزلين 40 جنيه. بره اللحمه ب 280. عندكم بكام؟ ب 220. وبره؟ ب 280. ولازم تشتري العدد شوفوا حضرتك بعينك يا فندم اهو. عشان يعني ادي في جزار، بص يا فندم ادي علمك، ادي جزار يا فندم احنا 5 جنيه بارك الله مرادة، واهم حاجه حب الناس، حب الناس اهم حاجه عندنا، حب الناس يعني بس. مثلا ايه ادي جزار بيبيع 250 اهو، الجزار اللي بعديك 280، حب الناس يا جدعان، حب الناس ايه؟ حب الناس تعمل، حب الناس ايه؟ اسالوا الزبائن والله يا جدعان، كل ما يرضي الله هنا فرش الغلابه والمساكين، معاك هتاكل ما معكش برضك هتاكل، تعالي يا عروسة بتاعها في الفيديو. طب ولع المنبار بكام المنبار ولا؟ بره المنبار ب 180 جنيه، عندنا احنا ب 90 و 85 ولا عملت الله والله فرق كام؟ ليه اسعاركم قليله؟ يعني احنا بنجيبها من اول مزارعنا يعني، زي ما انت شايف اهو يا باشا اهو صاحي ضاني وعجاري وكل حاجه، وادي جمل واقف فوق حضرتك يا فندم، كل حاجه على الطبيعه يعني، كل حاجه على ايه؟ ادي عجال اهو اهو صلى على النبي. بص اهو فيجو